بسيط على فكرة، مش ما يحتاجش للغط والبتاع، بس انا بيتهيالي ان اللغط ده متعمد. بص، هو المواطن ما بيحبش يدفع للدولة، دي ثقافة للأسف الشديد موجودة فينا. يعني قلة من الناس اللي يحب يروح يدفع الضرائب، والكثرة ما بتحبش تروح الضرائب، ما بتحبش تروح تدفع. خلي بالك، مع ان الضريبة دي لها وظيفة اجتماعية، وظيفة اجتماعية مهمة. انا بدي مثلا بالضرائب يعني. كذلك الحال، انت لما بتعمل اي رسوم بتلاقي مقاومة. فرض الرسوم له محاذيره وله مشاكله، وفي التطبيق بيبقى مشكلة. هو القانون ده لو ما فيهوش حتة دفع المال ما كانش حد هيعمل اللغط ده كله عليه. لكن انا متخيل ان الاموال اللي الدولة فرضاها عشان التصالح في مخالفات البناء مش مغالى فيها ابدا، ده بل اقل مما يجب بصراحة يعني. الا فيما نادر يعني، بعض المحافظين يمكن يكونوا في بعض القطاعات زودوا او بتاع، لكن في مجملها هي مقبولة جدا يعني. تقصد التحديد اللي هو من 50 ل اللي هو استخدم الحد الاقصى الاقل. وعلى فكره المجلس كان رؤوف قوي في تحديد القيمه، لما حددها حد ادنى 50 وحد اقصى 2000، 50 جنيه و2000 جنيه. يعني المجلس خفض على فكره، الجلسه العامه خفضت القيمه يمكن عن تخفيض اللجنه.